تحت عنوان لا للضم، ورفضا لمخطط الاحتلال نظم فلسطينيون المؤتمر الوطني الثالث في منطقة بردلة بمحافظة طوباس بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح ووزراء من الحكومة الفلسطينية. قوات الاحتلال حاولت عرقلة وصول المشاركين بالمؤتمر من خلال وضع حواجز على مداخل محافظة طوباس والأغوار الشمالية، فيما عملت على مخالفة المركبات. المشاركون في المؤتمر أكدوا رفضهم المطلق لمخططات الاحتلال الهادفة إلى ضم مناطق الأغوار الفلسطينية ومستوطنات الضفة الغربية مطلع تموز المقبل. لن نسمح للإسرائيليين بضم سنتيمتر واحد لا منها ولا من كل الضفة الغربية، وبالتالي أخذنا قرارات ذات بعد استراتيجي، وإن شاء الله سائرون شعبنا معنا. وهذا المهرجان الثالث أو المؤتمر الوطني الثالث الذي يؤكد رغم كل العراقيل وإغلاق الطرقات إلا أننا نصل إلى هنا. إنها معبر الفدائيين، هاي البوابة التي شهدت يوما أننا بدأنا الفدائيين والعاصفة مرت من هنا. هذا احتلال مفلس ومش حيكسر إرادتنا بقوة القوة. احنا متمسكين بحقنا وفق قرارات الشرعية الدولية، واحنا جاهزين ان نقدم كل شيء من اجل اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الاراضي الفلسطينية المحتلة وفق قرارات الشرعية الدولية.